صباح الخير اللي ما فيه خير احلى منكم. حابب في اول الفلوج اشكركم جدا على الدعم اللي حصل الفترة اللي فاتت. احنا دلوقتي وصلنا ل 155 مشترك، ف شكرا جدا. في الفلوج ده زي ما وعدتكم الفلوج اللي فات، اذا وصلتوا ل 30 لايك، والحمد لله وصلنا لحوالي 36 لايك، هعمل لكم الفلوج ده اشرح لكم ازاي فيه جبت الفلوس، فتابع لحد النهاية عشان تعرف ازاي. فدلوقتي المفروض هنروق الأوضة لأن هي مكركبة على الآخر. فبس كده، فاحنا كده خلاص روقنا الاوضه، فيلا بينا على اللاب عشان افهمكم ازاي تقدروا تجيبوا الكاش باك ده، او بمعنى صح ازاي تقدروا تجيبوا الفلوس اللي انا عملتها. فتمام كده يا جماعة، هنفتح اللاب دلوقتي وهنوريكوا ازاي تقدروا تاخدوا فلوس زي ما اللي انا اخدتها. هنفتح ويب سايت اسمه وفر اكس. تمام، بص الويب سايت ده هو اللي انا اخدت منه الفلوس. تمام، الويب سايت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن لو انت بتحب الشراء اونلاين زي كده ومود من الشراء من الاونلاين، فالموقع ده هيفيدك جدا، بحيث ان انت لما تشتري حاجة اونلاين هيجيلك عليها كاش باك. بمعنى يعني دلوقتي بتفك موقع سوق دوت كوم، انت دلوقتي عايز تشتري ساعة. تمام، الساعة دي مثلا ساي ان هي بمية جنيه، الكاش باك ده بيديلك على الساعة حوالي 6.5% يعني حوالي 6.5 جنيه. تمام، بحيث ان انت مثلا لو اشتريت حاجات كبيرة الكاش باك بتاعك هيزيد. وساعات كده بيبقى في تريكات ان بيبقى في ضعف الكاش باك. فدلوقتي الحاجة الموضوع بسيط جدا، انت هسيب لك لينك تحت، اللينك ده بيدخلك على طول على الموقع علشان تبدأ تدخل الموقع ده وتبدأ تشتغل عليه. لما انت هتدخل تعمل حساب جديد هتاخد 2.5 دولار بونص، يعني انت كده معاك 50 جنيه. طب امتى بقى الكاش باك؟ الكاش باك ده بتاخده لما بعد 3 شهور، بيبقى المفروض يبقى معاك حوالي 100 جنيه في الحساب. هتدخل او ما تفتح وفر اكس هتلاقي الشكل زي ما احنا شايفينه ده دلوقتي. انت عندك يا اما تسجيل الدخول عبر جوجل او تسجيل الدخول عبر فيسبوك. انا هسجل دخول بقى بالايميل بتاعي. فازاي تبدا تشتري من وفر اكس؟ وفر اكس حاجه بسيطه جدا، حاجه تبقى فاتح لاب، تنزل عند الموقع اللي انت عايز تشتريه ده، بتدوس عليه تسوق الان، هو بيبدا ايه ياخدك لللينك اللي هو عامله علشان تقدر الكاش باك يقدر يتفعل عندك. فما تجيش تشتري من ويب سايت تاني، ما تجيش تفتح تاب من السوق تكون من نفسها تاني وتيجي تقول ان مفيش كاش باك. لا، الكاش باك هيجي من الويب سايت اللي هو فتحه لك، لحد في الاخر ما هيجي لك رساله زي كده، زي كده ان هو يقول لك يعني اخر حاجه اشتريتها، اللي هو بيجي لك حاجات بسيطه، اخر حاجه اشتريتها جال عليها 33 سنت. فبس ده موضوع بسيط، وان شاء الله كلكم تستفادوا، وما تنسوش تدوسوا من اللينك بتاعي تحت عشان ناخد 50 جنيه وانتوا تاخدوا 50 جنيه بس. فيلا بينا بقى ايه نشوف حاجه تانيه نعملها. احنا كده لسه جايين من بره، ورحنا بره عشان حاجة مخصوصة جدا وهي الكشري ده. كنت عايز في وسط الفلوج ده، انا كنت عايز بس اخليه عن وفر اكس، بس قلت ايه كده مش هيبقى فلوج اكتر ما هو شرح، فلا فحبيت كده في وسط الدنيا اخليها فلوج. فهنجرب الكشري المعلب ده مع بعض، يلا بينا. تمام، احنا كده غلينا المية، فدلوقتي تعالى اقولك دلوقتي ايه مكونات الكشري. مكونات الكشري: بصل، الصلصة، الشطة، ودي معلقة مكرونة والشعرية وكل حاجة. هو ده المفروض اللي هيحصل، ان احنا نحط المية المغلية دي لمدة حوالي 5 دقايق. هنا ثانية واحدة، احنا معانا علبة تانية، تخيل مين. انا فين؟ ايه ده محمد؟ اعرفكم بعمر اخويا، هو ايه اتبرع ان هو يعمل التجربه دي معانا. افتح القلب يا عمر. ماشي، بس انا ايه فيها يا محمد؟ لا ده كشري كده.
بسم الله. مش عارف اتفتح. لسه اول مره نجربه. بس تعلي صوتك شوية. Really nigga. دي اول مره هنجربه. نقلل الدنيا. ومن دلوقتي بيقول افتح افتح جزء من الغطا. الغطا كله. بعد كده هيسموا اضيف محتوى كيس الصلصه وكيس الشطه. الصلصة والشطة. ماشي. بسم الله. ريحة تومية كده. دي بودر خالص، فلما تيجي شطة بقى حسب الرغبة برضه. ثانية واحدة. طب ايه رأيك يا عمر نحطها كلها وناكل؟ ماشي شوف. يلا بينا. بس بص، نعم. لو اكلناها وخلصناها يوصلوا لنا كام لايك؟ وصلونا 50 لايك. خلاص يا جماعة، لو أكلنا الشطة دي كلها تمام. وصلوا لنا 50 لايك. وده البصل فاضية يعني. فاضية خالص اهي. يعني هو البصل ده آخر حاجة. تمام. دلوقتي هنضيف المية. بيقولوا أضف قليلا، أنا يعني أضفت كثيرا. حطيها وقال إن إحنا نستنى 5 دقايق. تمام. احنا دلوقتي بنقلب. هو بدأ ينفش، بس بدأ يطلع ريحة الصلصة، بس ايه لسه محتاج حبتين. او في مية بس محتاج وقت. استنى فنقفل تاني. بسم الله. نشيل بقى الكيسة دي خالص. قلب قلب كده. هو دلوقتي بتاع كان استنى ندوق. بسم الله. ممكن محتاج حبة مية تانيين، بس هو في مية محتاج وقت. يعني متصدقوش حكاية 5 دقايق دي، 5 دقايق ما بتعملش. دلوقتي هنفتح قلبة البصل. أحط. تمام. بعد ما حطينا البصل بقى نقلب 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 نقلب. ريحته نفاذة قوي. مش عارف انا اللي اخترعوا ده عملوا ليه كده. هنجرب اهو نقول رأينا بصراحة. يعني قول لي عمر، انت كده بتحط البصل فن. وده بعد ما خلص. طب يلا. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا، انتوا عملتوا 50، وصلتوا لنا 50 لايك ولا لسه؟ توصلونا صح؟ طب ايه؟ بسم الله. طعمه يعني هو مثلا ايه؟ لو انت مثلا جعان مثلا في البيت ومحدش معاك في البيت ممكن تعمله، بس ايه مش يديك نفس الطعم مثلا لو الام مثلا هي اللي عاملاه. اكيد طبعا طب بص، هو اول حاجة مشطشط جدا. تمام، تاني حاجة طعمه غريب جدا، تالت حاجة كان عايز يستوي شوية، لان 5 دقايق دي ما تفرقش. يعني لو انت تسيبوه في ربع ساعة او تلت ساعة. تمام. الكمية تعتبر صغيرة شوية بالنسبة ل10 جنيه. وانا بدأت اهرش. شطة كتير 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 أوي. الأطفال، إذا في أطفال بيتفرج علينا، ما تحطوش الشطة دي كلها. شطشط قوي. لا لا، انا اوت
أو مش هقدر أكمل. فبس كده، ده كان نهاية الفلوج. هنختمه مع أخويا عمر. ده مش هتكلم من الحرارة. يا رب تكون الفلوج عجبكم. بس كان عن وفر اكس، وكمان فن الكشري ملهوش لازمة ده بصراحة. يعني انا عندي ان انت تري ب 10 جنيه كشري من بره، بين عن ان هو شطة طعمه وحش. متنسوش تدونا لايك وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، واذا حد كان جربه يقول لي في الكومنتات. سلام سلام.